نشر موقع فورتشن الأخباري الأمريكي مقالا للشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. أكد فيه بأن توقيع كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اتفاقين للسلام مع دولة إسرائيل يعتبر خطوة واضحة لإرادة هذه الدول في اتخاذ خطوات حاسمة لما فيه خير ورفاهية وأمن شعوبها وشعوب المنطقة كافة. وأضاف السفير بأن مستقبل البحرين مثل ماضيها مبني على الانفتاح والتسامح والتعددية، وبأننا مع دولة إسرائيل قد نجحنا في خلق علاقة استراتيجية طويلة الأمد، حيث أنه لا يجب أن نغلق أبوابنا أمام التبادل الحر والسلمي، مضيفا بأن العلاقات الجديدة توفر بديلا إيجابيا لما مرت به المنطقة في السنوات الماضية من صعوبات من خلال تقديم رؤية واقعية قائمة على الانفتاح والشمول، منوها إلى أن الشرق الأوسط تواق للتغيير. كما أضاف السفير بأن جميع البحرينيين كانوا ولا يزالون يعيشون في وئام في المملكة منذ قرون، وبأن اتخاذ هذه الإجراءات قد جاء الآن لأنه الخطوة الصحيحة التي يجب أن يتم اتخاذها في هذه المرحلة لما فيه مصلحة المنطقة كافة. هذا وأكد السفير بأن القادة في المنطقة بحكمتهم ونظرتهم المستقبلية يرون التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة وما تحتاجه من المزيد من العمل الحازم والذي يستلزم التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.